شكرا شكرا لكم. أخوان أخوات، بكل سرعة أريد أن أشاطركم في بعض التجربة، وأريد أن نفكر في يعني خطة الطريق لأحلامنا والرغبات اللي عبرنا عنها في عبر عنها المتدخلين. فخليني نقول لكم أولا تجربة ميدانية، بحيث الاستراتيجية الأمريكية في احتلال العراق جاءت وفرضت ما يسمى بالتندم أو الازدواجية في التسيير، فدائما يكون مسؤول عراقي وبجنبه مسؤول أمريكي في الخفاء، هو صاحب القرار. بعدين في 2011 دخلت اتفاقية السوفر أو وضع الجيش الأمريكي في العراق، هذه غيرت موازين القوى بصفة خطيرة جدا، بحيث خرج التندم هذا كان بين الجيش الأمريكي والجيش العراقي أو الإدارة العراقية. فخرج الأمريكان، ومن مع من تشكل تندم جديد أو الازدواجية الجديدة هي مع الحرس الثوري. فالحرس الثوري توغل في الإدارة وأصبح هو صاحب القرار في الخفاء. هذا الوضع العراقي. الوضع في سوريا والوضع في اليمن وغير من المناطق العربية في نفس الشيء، فيه تنظم هذا صاحب القرار. القرار في اليمن يعني الحرس الثوري هو صاحب القرار، واللي يظهر في الواجهة الحوثيين. فنفس الشيء في يعني كثير من المناطق اللي صار فيها المد الحل يعني سيادة الملالي أصبح واضح. احنا اللي بدنا اياه هو تحويل الوضع بحيث نحرك المعركة، ننقلها من الوسط الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى الداخل الإيراني. والدعم اللي المجاهدين بحاجة اليه هو مساعدتهم على انهم يحققوا ثورتهم داخل إيران بأنفسهم. هم مش محتاجين العرب بصفة يعني هي واضحة، العرب دائما يلعبون اللعبة تاع الكرسي الفارغ في الأمم المتحدة، دائما السفراء العرب غائبين وما عندهم صوت. فيعني كيف نوعد ندعم المجاهدين على استرجاع إيران واحنا نفسنا محتلين من طرف النظام الملالي، واحنا بسهولة ممكن ننقل الصراع هذا الى داخل ايران عن طريق المجاهدين. المجاهدين يسترجعوا بلدهم، والشعوب العربية تحرر بلدهم من المد الايراني. هذا هو التفكير، لازم ان نفكر في هذا، لازم نركز على هذا. وبدون هذا يعني التفكير العملي راح نبقى دائما نعبر عن احلامنا وتمنياتنا، وتبقى مساندتنا للمجاهدين تبقى رمزيه فقط. السلام عليكم.